مركز الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية هو عبارة عن مرفق صحي متكامل يأتي في سياق تنزيل الرؤية والنظر الموفق السديد للجناب الشريف أسمه الله وعز أمره القاضي بخلق مناخ اجتماعي منسجم يوفر لموظفي الأمن الوطني ظروف حياة كريمة وخدمات صحية متكاملة وأيضا مكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من النهوض الأمثل والسليم بأداء بواجبهم المهني المتمثل في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين. إنها مصلحة مجهزة بالكامل بأجهزة متقدمة تكنولوجيا يتوفر على 5 وحدات فحص بالصدى عام وخاص بالأسنان بالإضافة إلى كل ما يهم أمراض النساء والولادة وأيضا وحدة خاصة بالفحص العام بالأشعة المغناطيسية من الجيل الأخير. المستشفى الذي يضمه المركز عبارة عن مصلحة مجهزة خاصة بالأمراض الأكثر شيوعا تتوفر على 8 غرف مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل الطبية الضرورية من أجل استقبال المرضى في أحسن الظروف التي تتكلف بها إدارة الأمن الوطني لموظفيها وعائلتهم. بالإضافة إلى التقنيات الكلاسيكية المختبر يتوفر على تقنية وأجهزة من الجيل الجديد للتكنولوجيا قادرة على القيام بأدق التحليلات ومراقبة الجودة بشكل مكثف وسرعة في الأداء مما يعطي نتائج فعالة.